بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. عندنا اليوم إن شاء الله المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي، صفحة 108، الدرس 29. إذن عنوان الدرس نحو التناسبية، العلاقات العددية. شنو هي الأهداف التعلمية في هذا الدرس؟ أتعرف بكيفية مختلفة العلاقات، أضيف أضرب أو أطرح، أملأ الجدول باستخدام هذه العلاقات، أحل معادلات بإيجاد العدد الناقص، لنبحث ونطبق. قالوا لنا الآلة العجيبة وهي هذه، تحول أعداد الخانات اليسرى، الخانات اليسرى، باستخدام علاقة الإضافة والضرب. أكتشف هذه العلاقات ثم أطبقها على أعداد الخانات اليمنى. إذن هذه هي الخانات اليسرى التي تستعملها الأداة، تستعملها هاد الآلة. نشوفوها واش إضافة ولا ضرب، ونكتشفوا شنو العلاقة ديال هاد العلاقة في اليسار بالعلاقة في اليمين. إذن هذا في اليسار، هذا في اليمين عفوا. عندنا العلاقة الأولى والعلاقة الثانية. نشوفوا العلاقة الأولى، شنو العلاقة ما بين واحد وواحد؟ إذن العلاقة ما بين واحد وواحد شنو؟ إما غني ديرو واحد زائد واحد، ولا واحد زائد صفر يساوي واحد. إذن عندنا واحد زائد صفر يساوي واحد، الإضافة. إذن هنا عندنا تسعة زائد صفر يساوي تسعة. نشوفو على حسب السطر هنايا. عندنا اثنان، شنو العلاقة اثنان مع ستة؟ إذن اثنان مضروبة في ثلاثة، هنا الضرب، اثنان مضروبة في ثلاثة يساوي ستة. إذن 12 غادي نضربوها في ثلاثة، حتى هي 12 نضربوها في ثلاثة، ستة وثلاثة. إذن العلاقة ما بين ثلاثة وثلاثة، ثلاثة زائد صفر تساوي ثلاثة، 15 زائد صفر تساوي 15. هادو اللي تندير لكم هنا أنا، غير أنتم ما تكتبوهمش، غير تنشرحهم لكم أنا، يعني ما تكتبوش هاد الكتبة هادي. شنو العلاقة ما بين أربعة واثنى عشر؟ أربعة واثنى عشر، أربعة في ثلاثة، اثنى عشر. إذن ستة عشر في ثلاثة، ستة عشر في ثلاثة، غادي نستعملو وسخ، ستة عشر في ثلاثة، ستة في ثلاثة ثمانية عشر، ستة في ثلاثة في واحد ثلاثة، الواحد أربعة، ثمانية و أربعة، ثمانية وأربعة. شنو العلاقة ما بين خمسة وخمسة؟ إذن خمسة زائد صفر يساوي خمسة، واحد وعشرون زائد صفر يساوي واحد وعشرون. العلاقة ما بين ستة وثمانية عشر، ستة في ثلاثة ثمانية عشر، ثمانية وعشرون في ثلاثة بالوسخ، ثمانية وعشرون في ثلاثة، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون، ثلاثة في اثنين ستة، واثنان ثمانية، هي أربعة وثمانية، أربعة وثمانية. سبعة علاقة مع سبعة، سبعة زائد صفر، سبعة وثلاثون زائد صفر يساوي سبعة وثلاثون. هذه هي العلاقات اللي كاينة ما بين هاد اللي في اليسار مع في اليمين. إذا العلاقة الأولى هي هذه، العلاقة الأولى هي زائد صفر. العلاقة في الثانية هي مضروبة في ثلاثة. إذن تنتمنى يكون واضح لنا، العلاقة الأولى زائد صفر، العلاقة الثانية مضروبة في ثلاثة، العلاقة مضروبة زائد صفر اللي تبعها مضروبة في ثلاثة وكذلك. إذن هذا كل ما يخص العلاقات العددية. نشوفوا الحصة الثانية، أطبق وأتدرب.
التمرين الأول قال لنا تبرع كل من سميرة وأحمد وعبد الله وفاطمة. هنا عندنا أربعة ديال الأطفال للتلاميذ، كاين سميرة وأحمد وعبد الله وفاطمة بمبلغ 50 درهما لجمعية خيرية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. هاد الأطفال الأربعة تبرعوا ب50 درهم جمعية خيرية، 50 درهم لكل طفل، فاطمة 50 درهم وعبد الله 50 درهم وأحمد 50 درهم وسميرة 50 درهم، لواحد الجمعية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، داك الناس دوك الناس المعاقين اللي عندهم مشاكل في الصحة ديالهم. قلنا هنا أحددوا العلاقة العددية، نحددوا العلاقة العددية، هل أضيف أو أطرح أو أضرب؟ انتبهوا، قلنا واش أضيف ولا أطرح أو أضرب، ثم أتمم الجدول. إذن عندنا هنا المبلغ الذي يتوفر عليه قبل التبرع، المبلغ اللي كان عند كل طفل قبل ما يتبرع، شنو كان عند سميرة، شنو كان عند أحمد، شنو كان عند عبد الله، شنو كان عند فاطمة، الباقي بعد ما تبرعوا شنو يبقى لهم. إذن كما قلنا تبرعوا ب50 درهم. إذن هنا سميرة كان عندها 650 درهم قبل التبرع، إذن 650 عطات، تبرعت ب50 درهما، الباقي بعد التبرع وهو 600 درهم، هي 600 درهم، لأن 650 حيدنا 50 بقات 650 درهما. العلاقة العددية اللي عندنا في هاد التمرين وهي 50، وهي اشنا هي؟ هي الطرح، هي الطرح، العلاقة العددية وهي الطرح. نقصه هنا أحمد عنده 500 درهم، 500 درهم غادي ينقص منها 50 درهما باش يتبرع بها، غتبقى عنده 450 درهما. ثم تقدروا ديروا العملية في الوسخ، أنا عندي الوقت ما نقدرش نزيد. 750 درهما غادي، هذا عند عبد الله 750، غادي يتبرع ب50 درهما، غتبقى له 700 درهم. هذه فاطمة عنده 350 درهما، غتبرع ب50 درهما، غتبقى عندها 300 درهم. إذن العلاقة العددية هي الطرح ب50 درهما. إذا عندنا التمرين جوج، قالوا لنا مجموع أعداد السطر الأول يساوي مجموع أعداد السطر الثاني، ونجزوا العمليات في دفتري ثم أملأوا الخانة الفارغة. إذا قالوا لنا المجموع ديال هذا السطر الأول هو نفسه مجموع ديال السطر الثاني، غادي نحسبوا شحال المجموع ديال السطر الأول باش نعرفوا باش نكملوا مجموع السطر الثاني، وهي غادي نديرو 100 + 9 + 7 + 3 + 1، 1 + 3 هي 4، 4 + 3 هي 11، 11 + 9 هي 20، 20 + 100 هي 120، حسبناها ذهنيا 120. كاينه هنا 11 + 13، الا شفنا 11 + 13، 11 + 13 زائد 17 زائد 19، لا زائد 1 + 3 4، 4 + 7 11، 11 + 9 20، احتفظوا بجوج، 1 2 3 4 5 6، اذا المجموع هو 60، هذا المجموع 60. شحال بقى لينا خصنا نكملو باش نكملو 120؟ 60 + 60، اذا هنا خصنا 60، إذن هنا 60 + 60 هي 120، 120 اللي طرحنا منها 60 أعطينا 60. هذه هي العلاقة العددية في هذا، كما قالوا لنا بأن السطر الأول يساوي السطر الثاني، هنا لقينا 120، هنا خصنا نكملو 120. إذن تمرين 3، أقرأ البيانات ثم أنجز العمليات في دفتري. شنو قالوا لنا هنا؟ أطرح 111 من 1111، إذن أطرح
ناخذ 1100. دائما تناخذ العدد الكبير في الطرح والناقص، هذا هو الكبير فيه الالف، اما هذا فيه المئات. 1111 غادي نطرحو منه 111 ونشوفو شحال غيبقى لينا. واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص صفر، واحد. إذا بقى لينا 1000. شنو قالوا لنا؟ أضيفوا 11 إلى الفرق المحصل عليه، نضيف ليه. الإضافة دائما يقولوا لنا أطرح، أطرحوا نشرح، هي الناقص. أضيفه هي الزائد، نزيد. أضربه هي الضرب، تابوا لهادو. دابا قالوا لنا في الأول أطرح، طرحنا 1111، طرحنا منها 111، بقات لينا 1000. دابا قالوا لنا أضيفه 11 إلى الفرق المحصل عليه، ها هو الفرق المحصل عليه، غادي نضيفوا ليه 11، نضيفوا ليه هي نزيدوا ليه، زيدوا ليه 11. إذا في الوحدات، الوحدات العشرات. إذا صفر زائد واحد واحد، صفر زائد واحد واحد، صفر زائد صفر صفر، واحد زائد صفر واحد، ولات عندنا 111. إذا هذه قلنا أطرح واحد من المجموع المحصل عليه، هالمجموع المحصل عليه غادي نطرحو منه واحد، غادي نديرو في الوحدات. طرح واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص صفر واحد، صفر ناقص صفر صفر، واحد ناقص صفر واحد. قالوا لنا في الأخير ما هو العدد الذي سأحصل عليه؟ 110. ولون البطاقة، إذا العدد المحصل عليه نقلبوا عليه في البطاقة لهنا وغادي نلونه. العدد المحصل عليه هو 1010، هي هذه 1010، هي هذه البطاقة اللي غادي نلونوها. إذا هذه البطاقة اللي حصلنا على 1010 منين درنا تبعنا داك المراحل اللي عطاونا في هذا التمرين. هذا كل ما يخص هذه الصفحة 108 من المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي نحو التناسبية والعلاقات العددية. تنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش بالدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.